السلام عليكم أخواننا أصحاب المواكب، الله يوفقكم إن شاء الله لخدمة زوار الإمام الحسين، موفقين. اليوم هذا فيديو راح ننشركم إياه بفائدة للجميع إن شاء الله، بهذا بفائدة للجميع بسبب الثلج وأزمة الثلج وأسعار الثلج. شغلة بسيطة هالسنة هاي سويناها إن شاء الله. قاعد تشوفوا الأخوان، هاي عربانة، هاي العربانة شوفوها أخوان، وهذا الحوض مالها، هذا الحوض مال العربانة لبسنا نايلون. الفكرة كلش بسيطة، وتقدرون كلكم تطبقوها بإذن الله حتى لا على سنة تجي والأجواء حارة. أخوان هاي القطعة الخارجية، هاي القطعة الخارجية مال المكيف، هاي القطعة الخارجية شوفوها، وهاي الباري مالتها المربوطة، هاي الباري الرايح والراجع، هذا اللي الباري الرايح والراجع، هذا البوري يجي وهذا البوري الاخ يجي هنا بالمي. هاي شوف اخوان جوا هو صاير بالارضيه ما يبين، هذا صاير عباره عن شبكه يعني جوا على الارضيه، الشبكه مالته جوا على الارضيه. هذا السهنان هنا عندنا بوري طالع، هاي شويه الزوار يسحبون هذا باعوا الاخوان، هذا عندك البوري طالع. هذا كل القاعيه مال العربانه مسويهن مثل الشبكه، هذن الباري وهذا الربط مالتين، هذا واحد وهذا اثنين، هذا الرايح والراجع من الغاز، وهذا البوري، وهاي القطعة الخارجية، هاي القطعة الخارجية مالت الاخوان، وهذا الربط مال الكهرباء كابل ويروح وطني ومولده، يعني يحتاج دائما اذا اكو مولدة كي احنا موجود عندنا اخوان. وراح اراويكم التجميد مال الباري، شوف التجميد هذا لان مستمر تشغيله، شوف هذا البوري شلون ثلج، شوف هذا البوري هذا كله ثلج، الباري ثلج، هذا ما احتاجين ايام الزياره قالب ثلج واحد، هذا المي هسه تشيله بيدك بارد ثلج، هذا المي هذا بارد ثلج، هاي قلاصات المي بارده ثلج من يوم واحد صفر، واليوم احنا 19 صفر، يعني قبل الزيارة بيوم ما احتاجينا قالب ثلج واحد. هاي قلاصات المي باردة، هاي كلها برودة، والبرودة مالته لطيفة أحسن من برودة الثلج. هاي فكرة بسيطة وما تحتاج مشقة ولا تحتاج ثلج، وربما اللي تخسروا على الثلج أضعاف ما راح نحن تخسروا، كلش فكرة بسيطة أعيد لكم إياها على السريع. القطعة هاي خارجية، هاي القطعة الخارجية، وهاي اخوان الباري مالتها، هاي الباري الرايح والراجع، وهاي تجي هنا جوا تصير شبكه على طول العربانه، مجرد ان تشغلون القطعه الخارجيه للتبريد يعني خلال نص ساعه هذا المي ثلج يصير، يعني هذا هسه الجو حار والوقت ظهر يعني، وهذا المي ثلج، مجرد خلي بين الكلاصات نص ساعة تحصل مي بارد ومستمر وعلى طول الزيارة، وما تحتاج الثلج ولا تحتاج انه تظل تروح وتجي تبحث عن الثلج. وشفت الأزمة هالسنة، وهذا الفيديو نشرناه للثواب، بثواب الإمام الحسين للي يريد يطبق هاي الفكرة، واحنا هاي أصلا اللي سوانا إياها يعني شخص داخل الموكب وربط لنا اياه، عنده شويه خبره بيها، وبامكانكم تشتغلون ان شاء الله. هاي والله يوفق جميع خدام الامام الحسين ويوفقكم ويوفق زوار الامام الحسين وفي ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.